كنت قبل أن أبدأ الكلمة، عندما كنت ألتقي ببعض المسؤولين الأجانب في سوريا، كانوا ينتقدون المواقف السورية ويتهموها بالتطرف، وكانوا يقولون بأن خطابات الرئيس بشار متشددة وإلى غيرها من هذا الكلام. فكنت أقول لهم: عليكم ألا تأخذوا الصورة عن الواقع من خلال لقاءاتكم معنا كمسؤولون، فنحن بالعكس نحن هادئون جدا، الشارع يغلي ونحن هادئون. أنا سعيد بما سمعته، لأنهم سيكون لديهم الفرصة الآن على شاشة التلفزيون أن يجروا مقارنة عن الفرق بين موقف الشارع ويعرفوا بأننا، وطبعا والمواقف الرسمية، ويعرفوا بأننا نسير كثيرا خلف الشارع وليس أمامه في مواقفنا. اليوم سأكون أكثر هدوءاً لكي تكون الصورة ضاربة تماماً والتناقض واضح. أيها الأخوات والأخوة الأعزاء، أيها الأخوات والأخوة الأعزاء، أعضاء المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب، أيها السيدات والسادة، يسعدني غاية السعادة أن ألتقيكم في هذا المؤتمر الذي اخترتم أن ينعقد في دمشق تضامناً مع بلدكم سوريا، وإنها لفرصة طيبة لكي أتقدم بخالص الشكر على مبادرتكم، لكي أتقدم إليكم بخالص الشكر على مبادرتكم الكريمة في عقد مؤتمركم هذا للتضامن مع إخوانكم في سوريا، ولكي أبثكم محبتي لكم وتقديري لجهودكم المخلصة التي تبذلونها في ساحات العمل والنضال من أجل نصرة الحق والدفاع عن قضايا الأمة والذود عنها ضد ما يتهددها من أخطار. وإذا كان من الطبيعي أن تلجأ الأمة إلى أبنائها أيام المحن، وإذا كان من البديهي أن يتمسك الأبناء بأمتهم في الظروف الصعبة، فإن هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا تتطلب قدراً عالياً من الشعور بالانتماء والاستعداد للبذل والإخلاص في العمل، مضافاً إلى صفاء الرؤية ووضوح الاتجاه. وليس من قبيل الكلام الاحتفالي أن أؤكد على دوركم الهام أيها الأخوة المحامون العرب في نصرة قضايا أمتكم، أو أن أركز على دوركم الاستثنائي في هذه المرحلة الاستثنائية، فأنتم بحكم تأهيلكم وعملكم، بحكم قربكم من حياة الناس، بحكم نشاطكم العام والتصاقكم بقضايا الحق والعدل، أقرب إلى إدراك طبيعة الوقائع المستجدة سريعة التغير التي يعيشها العالم، والتي تتحول خلالها مفاهيم الحق والعدل إلى مجرد بضاعة للمزايدة والمساومة في الساحة الدولية الراهنة التي تحتدم فيها صراعات المصالح والقوى والأفكار والإيديولوجيات، وتستباح فيها مثل هذه المفاهيم عبر عملية منظمة لطمس معالم الصراع الأساسية، بحيث يتلبس فيها الباطل لبوس الحق والظلم لبوس العدل، وتدان حقوق الشعوب المشروعة لمصلحة مغتصبيها. إن حديثي معكم اليوم هو لذلك ذو معنى خاص، من حيث أنه يتوجه إلى قادة ميدانيين لهم أدوارهم ومسؤولياتهم الجسيمة في حياة الشعب والدفاع عن قضاياه، وإلى محامين فعليين عن مصالح الأمة وحقوقها، وإلى شريحة فاعلة وهامة لها مكانتها في حياة وطنها ومجتمعها. أيها الأخوات والأخوة، كلنا يتابع الأحداث الحالية، وكلنا يدرك أن هذه الأحداث والظروف المحيطة بها وتفاعلاتها القريبة والبعيدة ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود ماضية، غير أنها اشتدت وطأة في السنوات الأخيرة، حيث كان الشعب العربي يدفع خلالها ضريبة باهظة لمشروعات سياسية كبرى غريبة عنه، ويسدد استحقاقات الآخرين على أرضه من دماء أبنائه واستقرارهم دون أن يكون له أدنى دور أو مصلحة في ذلك. وفي الوقت الذي اعتقدنا فيه أن جملة التحولات السياسية التي شاهدها عالم التسعينيات من القرن الماضي ستفضي إلى إيجاد حلول عقلانية للمشكلات المزمنة في منطقتنا، استجابة لوعود النظام العالمي الجديد وأحلامه، فإننا وجدنا هذه المشكلات تزداد تفاقماً وتعقيداً،
والوعود الغنية مجرد وهم أو سراب. نحن نسميها النظام العالمي الجديد، هي مجرد تسمية، لكن المضمون الحقيقي هي الفوضى العالمية الجديدة، لأنه لا يوجد نظام على الإطلاق. وفي الوقت عينه برزت مشكلات جديدة لا تقل خطورة عن سابقاتها، بل هي تراكبت معها أو نتجت عنها، وظهرت بؤر توتر جديدة تضاهي في سخونتها واشتعالها البؤر القديمة، وأخذت شظاياها تتطاير في مختلف الاتجاهات لتكوي بنارها وجه أهلنا وشعبنا. هكذا راوحت القضية الفلسطينية مكانها، بل هي تراجعت خطوات إلى الوراء إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الموضوعية المحيطة بشعبنا الفلسطيني، ومدى القمع الذي تمارسه إسرائيل على كل مكونات هذا الشعب، كما سدت المنافذ أمام عملية السلام في الشرق الأوسط، ليس نتيجة لرفض الحكومات الإسرائيلية الاستجابة لاستحقاقات السلام واستمرارها في إنكار حقوق العرب الأساسية فقط، بل لأن الوضعية الدولية الراهنة والقوى الفاعلة فيها ليست مهيئة لأن تدفع بعملية السلام إلى الأمام أيضاً، ولتراجع المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام وتجاه الاستقرار في المنطقة. يضاف إلى كل ذلك تراجع الدعم العربي الفعلي لهذه القضية نتيجة الضغوط المستمرة التي تمارس لصالح إسرائيل واستجابتنا لهذه الضغوط. ولا يختلف في هذا المسار الفلسطيني عن المسار السوري اللبناني، بل يضاف إليه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للأجواء والأراضي اللبنانية أمام أنظار المجتمع الدولي الصامت. طبعاً المجتمع الدولي صامت فقط في مثل هذه الحالات، عندما يتعلق الأمر بتصريح بسيط يزعج إسرائيل قليلاً فيتحول هذا المجتمع الدولي إلى مجتمع فاعل ونشيط وله لسان يتكلم وأحياناً يكون شرس. أما عندما يتعلق الموضوع بتصريح لحاخام إسرائيلي عندما يتهم العرب بأنهم ثعابين وأفاعي ويجب إبادتهم، أو أن يخرج عضو كونغرس أمريكي ويقول بأن هناك دولة عربية يجب أن نضربها بقنبلة ذرية لكي نبيدها، فيعود هذا المجتمع مجتمع صامت. وبرزت قضية العراق في حياتنا السياسية الراهنة لتحدث زلزالاً سياسياً وقومياً معنوياً لدى الشعب العربي، ولتخلق واقعاً جديداً في الشرق الأوسط بدأت ملامحه المأساوية ترتسم على بنية مجتمعاته وتهز قناعات الناس وتزعزع انتماءاتهم الوطنية والقومية. كما أخذت ظاهرة الإرهاب تتسع دوائرها بصورة مؤلمة مهددة بتخريب النسيج الوطني والاجتماعي لدول المنطقة، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل وفي مقدمتها السياسات الخاطئة والمتهورة إقليمياً ودولياً والمواقف المسبقة تجاه تراث الأمة وقضاياها، بالإضافة لاستخدام هذه الظاهرة أي الإرهاب كأداة بيد بعض القوى التي تدعي مكافحة الإرهاب من أجل إرهاب الآخرين وترويعهم والافتئات على ثقافتهم وهويتهم والتدخل في شؤونهم الداخلية. هكذا بدت تطورات الوضع اللبناني كإحدى إفرازات هذا الواقع الدولي الجديد منذ صدور القرار 1559 حتى مقتل الرئيس الحريري وتشكيل لجنة التحقيق الدولية، وما ترتب عنها من صدور قرارات دولية جديدة تحاول النيل من سوريا ومواقفها. وإذا كانت بعض التحليلات ذهبت إلى أن بعضاً من تداعيات الأحداث في لبنان يعود إلى تغطية قوات الاحتلال في العراق لفشل مشروعها الذي أرادت أن يكون العراق إحدى أوسع بواباته، وهو كلام حق، فإن الحق الكامل في هذا الشأن هو أن استهداف سوريا ولبنان هو جزء من مشروع متكامل يقوم على نسف هوية المنطقة وإعادة تشكيلها من جديد تحت مسميات مختلفة تلبي في النهاية تطلعات إسرائيل للهيمنة عليها وعلى مقدراتها. من الخطأ أعتقد أن نستخدم مصطلح استهداف سوريا ولا سوريا ولبنان، كما قال الأخ سامح عاشور ليس دفاعاً عن سوريا ضد لبنان، فكلاهما مستهدف، ولكن المستهدف هو العرب والمستهدف هو الأمة الإسلامية والمستهدف هو أوسع من ذلك، ولكن الآن نحن نتحدث عن استهداف الأمة العربية.
وما يحصل الآن مع سوريا ولبنان هو حلقة في مؤامرة كبيرة، كما العراق هو حلقة، كما كانت غزة أولاً حلقة، كما كانت أوسلو حلقة. لن نعود إلى الحلقات الأقدم لكي لا نثير بعض الحساسيات، ذكر الأخوة بعضاً منها. غزة أولاً حلقة فشلت منذ اليوم الأول، كان هدفها فتنة بين الفلسطينيين، وأوسلو فشلت عندما أفشلتها الانتفاضة في بداية اندلاعها، والمشروع العراقي يفشل الآن أمام أعين كل العالم، والمشروع أو الحلقة السورية اللبنانية أيضاً ستفشل. لكن لكي نفشل كل هذه الحلقات، لابد من التعامل مع كل هذه المكونات كمشروع واحد، كمؤامرة واحدة. وبالتالي علينا أن نعرف بأن خلف كل مؤامرة مؤامرة أخرى، وبعد كل حلقة هناك حلقة أخرى، وهناك ترابط بين هذه الحلقات. القضية ليست سوريا ولبنان، القضية أوسع، والقضية ليست المشكلة. نحن لسنا قلقين، نحن قلقين على الوضع العام، على الأمة العربية. فإذا علينا أن نفهم المؤامرة بأبعادها المتكاملة لكي نستطيع أن نتعامل مع كل حلقة من هذه الحلقات. طبعا الآن سيقولون بأن العرب دائما لديهم عقدة نفسية هي عقدة المؤامرة، ولو عدنا للقرن الماضي من سايكس بيكو إلى احتلال فلسطين في 48 إلى غزو لبنان في 82 إلى احتلال العراق وما بين كل هذه الأحداث إلى ما يحصل الآن مع سوريا والعراق، ربما هم يعتبرونها ليست مؤامرة، ربما يعتبرونها جزءاً من التنمية المستدامة للمنطقة أو من الأعمال الخيرية، فعلينا أن نرسل لهم برقية شكر. وكما هو واضح في هذا السياق، فإن سوريا كانت في بؤرة الحدث، ليس لموقعها الجغرافي وارتباطها السياسي والاجتماعي والإنساني بساحات الصراع الرئيسية فحسب، بل لدورها ومكانتها وتاريخها أيضاً. يضاف إلى هذا أن أصحاب هذا المشروع رأوا فيها عقبة رئيسية أمام تحقيقه. في ضوء كل ذلك، كان على سوريا أن تواجه موجات متلاحقة من التحديات، وكان على سوريا في كل موقف تتخذه أن تنطلق من تقدير عال لمسؤولياتها الوطنية والقومية، ومن تقييم لمصالحها الاستراتيجية، ومن حرصها على استقلالها وسيادتها. ولم يكن ذلك مقبولاً من بعض الأطراف الدولية، وكذلك من بعض القوى والعناوين العربية التي تقدم نفسها كوكيل لهذه الأطراف أو كأداة في تنفيذ مشاريعهم. هناك مشكلة لدى بعض القوى الكبرى مع العرب، مع المسلمين، وأيضاً كما قلت مع كثير أو ربما مع معظم دول العالم، نراها بشكل مستمر من خلال تصريحاتهم، من خلال لقاءاتنا معهم ونقاشاتنا. هم لا يريدون منا أن نتمسك بشيء، يعني هي مشكلتهم ليست فقط القومية العربية أو الإسلامية، هم لا يريدون من كل هؤلاء أن يتمسكوا لا بحق ولا بمبدأ ولا بثوابت ولا بعقيدة دينية ولا بعقيدة قومية ولا بعقيدة حتى اقتصادية. يريد أن يحولوا العالم والشعوب إلى مجموعة من الحواسيب يضعون فيها المعلومات وأنظمة التشغيل ويبرمجوها بطريقتهم ويستخدموها في الوقت المناسب بالطريقة التي يريدون ومن أجل مصالحهم. وعندما نوافق على هذا الشيء، عندها نوصف بالوطنيين وبالحكماء وبالواقعيين وبالديمقراطيين. عدا ذلك فنحن إما إرهابيون أو داعمون للإرهاب، وهذا الإرهاب له تسميات تتغير بتغير الظروف والمصالح ونسميها الموضة حقيقة. كنا نسمع في السابق منذ عقود عن الإرهاب الفلسطيني، ثم بدأوا يتحدثوا عن الإرهاب اللبناني خلال الحرب الأهلية في لبنان، اليوم يتحدثون عن الإرهاب الإسلامي. لا تستغربوا أن يضعوا مصطلحاً قريباً يسموه الإرهاب السيادي، وهو في الواقع يطبق الآن. الدول التي تبحث عن سيادتها في الواقع هو يطبق، ويبقى موضوع زمن لكي يجدوا ما هو المصطلح. وهذا الكلام ليس مبالغة، الآن هناك حوارات في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من قبل بعض القوى المعروفة الدولية المعروفة لمناقشة مبدأ السيادة الوطنية بهدف إلغاء هذا المبدأ تحت مبررات مختلفة، حقوق الإنسان، أنظمة فاسدة، فساد وغيرها من الحجج التي يبحثون عنها الآن. فإذا هذا الكلام واقعي، ولكن دائما يطرحون مصطلحات، ونحن كثيرا كعرب ما لا ندخل في عمق هذه
المصطلحات. في قضية السلام العربي الإسرائيلي، أعلننا رغبتنا بإقامة السلام العادل والشامل على قاعدة قرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس هذه القرارات تمسكنا بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002، والتي لم يعد أحد يتحدث عنها اليوم. وهذه المبادرة التي تطالب إسرائيل بالتوجه إلى السلام وتؤكد استعداد العرب للسلام أيضاً، ولكن إسرائيل قابلت كل ذلك بالتجاهل وبمزيد من المجازر والاغتيالات تجاه شعبنا في ظل دعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وتجاهل كامل من قبل القوى الدولية الأخرى. بالإضافة لهذه المجازر الكثيرة التي قامت بها إسرائيل، خاصة بعد طرح المبادرة العربية واجتياح جنين ونابلس في تلك الفترة، والاغتيالات الكثيرة التي قامت بها بشكل منهجي ومنظم، أخطر شيء قامت به إسرائيل هو اغتيال الرئيس ياسر عرفات، وأنا سعيد بأنكم ذكرتوه قبل قليل، تحت أنظار العالم وصمته، ولم تجرؤ دولة واحدة على أن تصدر بيان أو موقف تجاه هذه القضية، وكأن شيئاً ما لم يحصل في هذه المنطقة. الأخ العقيد معمر قذافي قدم مبادرة منذ حوالي شهرين أو أكثر للرئاسة الحالية للقمة العربية المتمثلة بالجزائر، يطالب فيها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه القضية. طبعاً سوريا فوراً أيدت بشكل خطي هذه المبادرة، وأعتقد أنتم كمحامون عرب كمختصون في القضايا القانونية من الممكن أن تقوموا بوضع دراسة تقنية تفصيلية حول هذا الموضوع، تأخذ شكل خطة تنفيذ، ومن الممكن أن تطرحوها على القمة العربية المقبلة خلال أشهر قليلة لكي تتبناها القمة العربية، ومن ثم يكون هناك تحرك جماعي عربي باتجاه هذه القضية لكي لا تبقى مجرد مواقف لحظية أو انفعالية أو عاطفية. وفي الشأن العراقي، عرضنا غزو العراق لأسباب تتصل بمبادئنا وقيمنا ومصالحنا، كما سنعارض أي تدخل أو اجتياح لأي أرض عربية، والتزمنا بمبدأ عدم التدخل في الشأن العراقي، وأعلننا رغبتنا في بناء علاقة تقوم على المزيد من الأخوة والتكامل والتنسيق، وعبرنا عن استعدادنا لتقديم المساعدة للعراق عندما يطلب منا الشعب العراقي ذلك، كما أكدنا على وحدة العراق واستقراره، وعلى ضرورة مشاركة كافة أبناء الشعب العراقي في العملية السياسية، بالإضافة إلى إجلاء القوات الأجنبية عن أراضيه. وأؤكد اليوم أن كل هذه الأهداف وفي مقدمتها وحدة الأراضي العراقية لا يمكن أن تتحقق إن لم يستند أي حل مستقبلي فيه على موضوع أساسي، وهو عروبة العراق. بل أني أؤكد على أن مستقبل المنطقة كلها يتعلق بهذا المبدأ. هناك سيناريوهات وأفكار كثيرة تناقش وتطرح بالنسبة للموضوع العراقي، ولكن كل هذه السيناريوهات ترتكز على المبدأ الطائفي. يعني لو أخذنا فكرة متطرفة وأخذنا نقيضها في التطرف، وأخذنا فكرة ثالثة في الوسط، كلها ستؤدي لتفتيت العراق وتدميره طالما أنها ترتكز على الأساس الطائفي. بالمقابل، لو أخذنا كل هذه الاحتمالات على أساس عروبة العراق، فبكل تأكيد ستكون النتيجة استقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه. وكلمة عروبة العراق ليست كلمة شوفينية أو كلمة عرقية، العروبة هي معنى حضاري. العروبة لا تنفي لا الأعراق ولا الثقافات ولا اللغات ولا كل مكونات المجتمع العربي الذي يتواجد الآن في هذه القاعة، هي التاريخ الطبيعي لمنطقتنا. وبالتالي لا يجوز لأي مجموعة أو شريحة أو فئة في هذا العالم العربي أن تتحسس من هذه من هذا الطرح أو من هذا المصطلح، لأنه الجامع الوحيد والأقوى لكل هذه المكونات التي نعتبرها غنية، تصبح غنية في وجود العروبة وفقيرة وضارة من دون وجودها.
فنتمنى من الكثير من الأخوة العرب في كل المستويات، سواء كانوا في موقع المسؤولية أو بعض المثقفين أو بعض الإعلاميين، أن يبتعدوا عن الدخول في مستنقع المصطلحات الطائفية المطروحة الآن في العراق، لأننا نريد أن نعيد العراق إلى عروبته، لا أن يشدنا البعض من العراقيين باتجاه المستنقع الطائفي، وإلا سنغرق كلنا في سفينة واحدة. وفي مقابل هذه التوجهات والأهداف، كنا ندرك حجم الآثار السلبية للوضع العراقي والتي ستطال سوريا والمنطقة عموماً جراء التفاعلات الداخلية والإقليمية الناجمة عن الغزو، وهذا ما ظهر واضحاً في تطورات الأحداث خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي أثبتت صحة تحذيراتنا قبل الغزو. وبدلاً من الاعتراف بالخطأ، بدأت قوى الاحتلال تحمل الآخرين مسؤولية المصاعب التي تعترضها، كما أخذت في تصفية حسابات أخرى تتعلق بالمواقف الرافضة لسياسات الهيمنة النكانت. واليوم وبعد سنوات من البحث في العراق عن النصر المفقود، لم يعثروا سوى على نصر غير مولود ورفض غير محدود. أما في الشأن اللبناني فلم تكن الأحداث منفصلة عما يجري على الساحات الأخرى، وكانت نقطة البدء صدور القرار 1559 الذي كان قد بدأ الإعداد له منذ فترة طويلة، والذي هدف إلى إحداث انقلاب في المعادلة السياسية في لبنان والمنطقة عبر استهداف المقاومة الوطنية اللبنانية والعلاقات السورية اللبنانية وعبر زعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان. والسؤال هنا، لماذا الآن ولماذا سوريا ولبنان؟ لأن المجتمع العربي بمختلف شرائحه تشرب عقيدة المقاومة التي كانت الأساس في صمود لبنان، وكانت العلاقة النضالية بين سوريا ولبنان هي الحاضن الأساسي السياسي والمعنوي والبشري لهذه العقيدة، والتي حققت أول نجاح لها بإسقاط اتفاق 17 أيار في عام 1983، ومن ثم تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000، والتي استمرت من خلال صمود الانتفاضة في فلسطين ومن خلال رفض الاحتلال في العراق، فتحركوا لوأدها ولو متأخرين، ولكنهم تأخروا كثيراً. طبعاً مفهوم المقاومة ليس فقط حمل السلاح كما يعتقد البعض، هي موضوع التمسك بالعقيدة وبالمبادئ وبالمصالح وبالثوابت وكلها. كل هذه الأشياء بالنسبة لنا هي مقاومة، وبالنسبة لهم هي مقاومة، بالنسبة لهم هي مرفوضة، وبالنسبة لنا هي مقبولة ومتبنى. وعلى الرغم من تحرك وعلى الرغم من تحفظاتنا على القرار 1559 وإدراكنا لدوافعه البعيدة والقريبة، فقد استجبنا له ونفذنا ما يخصنا فيه من التزامات، حيث تم انسحاب القوات السورية من لبنان، وجاء اغتيال الرئيس الحريري في إطار خطة خبيثة لإحداث انقلاب كلي ليس في لبنان فقط، وإنما في الوضع السياسي في المنطقة عموماً، ولا سيما في إطار العلاقة بين البلدين والشعبين. وتتالت بعدها الأحداث والاغتيالات والتصعيد الإعلامي مستهدفة الأمن والوفاقة، بالإضافة إلى دور سوريا ومكانتها، وسط حملات محمومة لتشويه صورتها والتشويش على مواقفها وتسميم الأجواء بين الشعبين الشقيقين من خلال اتهام مباشر لسوريا
تغذيه المصالح والانفعالات والارتباطات الأجنبية والحسابات المشبوهة. وقد اخترنا في سوريا ضبط النفس إزاء كل ذلك وعدم الانجرار إلى المواقف التي يريدها الآخرون، لأن ما بنيناه بالدم المشترك للشعبين السوري واللبناني على مدى عقود لا يمكن أن نخسره بانفعالات عابرة. ولكن بدا واضحاً أن الأمر لم يكن يراد له أن يسير في سياقه الطبيعي، لا سيما بعد صدور القرار 1595 عن مجلس الأمن وتشكيل لجنة التحقيق الدولية التي حرصنا على التعاون معها وتسهيل مهمتها في ضوء احترام القوانين والسيادة الوطنية. وعلى الرغم من أن التقريرين الصادرين عن اللجنة كانا مليئين بالثغرات، وعلى الرغم من أنهما لم يكونا منصفين لسوريا، فإننا أعلنا رغبتنا باستمرار التعاون لأننا كنا دائماً مع الشرعية الدولية، ولأن تحقيقاً نزيهاً ومستقلاً سيكون في مصلحة سوريا حكماً. ولكن ظهر جلياً أن بعض القوى اللبنانية والأطراف الدولية لم ترد التحقيق أن يصل إلى مداه بصورة موضوعية ونزيهة طالما أنه سيبرئ سوريا، وكانت الرغبة واضحة لديهم بالإيقاع بسوريا من خلال آليات تحقيق تنصرف إلى إثبات تهمة جاهزة ومعلنة قبل أن تجف الدماء. ولم يكن ثمة مكان عند هؤلاء لتمتع المتهمين بقرينة البراءة إلا صوريا، بل ظهر وكأن المطلوب فقط ينسج التحقيق خيوط الاتصال بين مجموعة من العناصر في إطار نموذج بدأ وكأنه مرسوم مسبقا. لم يبدأوا بالجريمة بشكل أنتم محامون وتعرفون هذا الشيء. أول شيء يجب أن تدرس تفاصيل الجريمة، ومن خلال هذه التفاصيل يحصل المحقق على دليل، ومن خلال هذا الدليل يحدد متهم أو مجموعة متهمين، ومن ثم يصلوا إلى فاعل. هنا بدأوا بالعكس، حددوا الفاعل حتى قبل الاتهام، ومن ثم حددوا متهم، بدل أن يحددوا مجموعة متهمين حددوا متهم واحد هو سوريا، وبدأوا بالبحث عن أدلة لكي تدين سوريا. طبعاً القسم الأول تفاصيل الجريمة أهملوه، لأنهم في حال ساروا فيه بشكل تقني، في حال ساروا في هذا الموضوع بشكل تقني وحيادي ونزيه، فسيأخذهم التحقيق باتجاهات أخرى. وربما بدأوا وشعروا بأن، ولدينا معلومات لكن غير مؤكدة بهذا الاتجاه، بأن معلومات التحقيق أو معطيات التحقيق ستأخذهم باتجاه آخر ليس باتجاه سوريا، فأهملوا هذا الجانب وركزوا على الفكرة الأولى، أي الفاعل سوريا حتما. طبعا لن نتوسع هنا في موضوع التحقيق، كلكم تابعتم موضوع التزوير الذي حصل وانفضحت كل الأمور وأصبحت واضحة كالشمس، لذلك لن أتوسع كثيرا في هذا الموضوع، سأبقى على الإطالة في الإطالة. والأمر هنا لا يتعلق بالتشكيك في نزاهة لجنة التحقيق الدولية من عدمه، بل بتوصيف الأجواء السياسية والإعلامية والقانونية التي أحاطت بعمل اللجنة وشكلت مناخاً ضاغطاً على عملها، وأدت في المحصلة إلى توجيه أحكامها واستنتاجاتها باتجاه محدد أو تكييفها مع طروحات محددة لأطراف محددة لا يشك أحد بعدائها لسوريا ومواقفها، ومن ثم استبعاد أي توجه أو فرضية أو احتمال آخر. إننا في سوريا واضحون كل الوضوح تجاه التحقيق، إننا مع التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري كي يصل إلى معرفة الفاعل أو الفاعلين، وسنتابع التعاون مع التحقيق حالياً وفي المستقبل كما طلبتم من أجل جلاء الحقيقة على قاعدة السيادة والمصلحة الوطنية، وكما قلت تلتقي مصلحة سوريا مع مصلحة التحقيق عندما يكون نزيهاً. وإذا كان هناك من يعتقد أن تسييس التحقيق وحرفه عن مجراه الطبيعي يمكنه أن يدفع سوريا للقيام بما يريدون، فهم يضيعون وقتهم كما يضيعون الفرصة المناسبة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سينعكس عليهم بشكل سلبي. أما توظيفهم لبعض المزيفين أو الانتهازيين أو الخونة كشهود فلا يغير في مواقف سوريا شيئاً، بل يغير فقط في صورتهم المزيفة أصلاً ويجعلهم أقرب إلى صورتهم الحقيقية أمام الشعوب العربية وأمام العالم. سأعود لموضوع التحقيق على مبدأ أو على قاعدة السيادة الوطنية.
لأن هناك خلط وهناك مصطلحات تطرح بشكل خبيث، وبكل تأكيد لديكم معرفة في كل هذه التفاصيل، ولكن نحن الآن نتحدث على الهواء ولا بد من شرحها لمن يسمعنا الآن على التلفزيون. عندما قلنا التحقيق يبنى على السيادة الوطنية فهذا يعني بأننا وضعنا حدود، هذا الكلام يجب أن يكون واضح، وطرحنا، وطبعاً عندما نقول سيادة وطنية فهذا يعني المصلحة الوطنية، وطرحنا التعاون الكامل. التعاون الكامل أيضاً يعني حدود. حدود التعاون الكامل هي نزاهة التحقيق وهي السيادة والمصلحة الوطنية، فالتعاون الكامل يتوافق مع السيادة الوطنية. ماذا طرحوا؟ وتسمعون هذا الشيء في بعض التصريحات والبيانات، التعاون من دون حدود. التعاون من دون حدود يعني بكل بساطة من الممكن أن نتعاون ضد مصلحتنا الوطنية، لا حدود على الإطلاق لهذه الكلمة. الهدف من هذه الكلمة طبعاً هو هذا الشيء، الهدف أن نتعاون ضد مصلحتنا. الهدف وهو الأهم والأخطر هو نقل التحقيق من حدودها القانونية. عندما نقول التحقيق نزيه وحيادي يعني مبني على أساس قانونية، عندما نقول مبني على أساس قانونية يعني هناك حدود، عندما نقول لا يوجد حدود يعني خرجنا عن الإطار القانوني، انتقلنا من الإطار القانوني إلى الإطار السياسي، وكما تعلمون السياسة ليس لها ضوابط، يقومون بأي شيء خاصة من خلال مجلس الأمن، قانوني منطقي شرعي لا يهم، القرار بيدهم. فكانت اللعبة والصراع خلال هذه الأشهر الماضية هي محاولتهم خلق لعبة سياسية بغطاء قانوني. أما محاولات سوريا فكانت هي إعادة أو استعادة التحقيق إلى المجرى القانوني. وبما أن الإطار القانوني يتوافق مع السيادة ويتوافق مع براءة سوريا، لذلك أكدنا دائماً على هذه النقطة. ولو ناقشناها بشكل بديهي أو منطقي، من أين أتوا بكلمة تعاون من دون حدود؟ يعني أنا أريد أن أعرف ما هو الشيء الموجود في العالم من دون حدود؟ إذا كانت الشرائع السماوية نزلت لتضع لنا ضوابط وحدود وتوجهنا باتجاهات محددة، وإذا كانت القوانين في الدول وضعت لتضع للناس أيضاً حدود، والمواثيق الدولية كذلك، فهل هم لا ينتمون إلى دين ولا ينتمون إلى قانون ولا ينتمون إلى شيء؟ هذه هي اللعبة السياسية القانونية التي يجب أن تفهمونها كمحامين لكي تعرفوا كيف تضعوا الإطار القانوني في مواجهة الإطار السياسي. يعني أحياناً نتحدث بالقانون فيقولون لماذا تضيعون وقتكم اللعبة سياسية، وإذا تحدثنا بالسياسة يقولون لك من الناحية القانونية الأمور غير صحيحة، فإذاً هناك مناورة يجب أن نفهمها. على كل الأحوال هناك نقاش كثير بين القانونيين والسياسيين، أيهما أعلى، السيادة الوطنية أم قرار مجلس الأمن؟ وهناك ويدخل في هذا الإطار حصانة الرؤساء والمسؤولين وإلى آخره. ضربتنا رئيس. لا تقلق من هذه النقطة، أنا لست قلق لا من هذه النقطة ولا من غيرها. أين كانوا يوم الصدر؟ كثير منهم خانوا وأنت ما كنت، كثير منهم علينا هانوا وأنت وسوريا أبدا ما هانت. واكتب صفحة جديدة في تاريخنا تقول أننا هم ذات تاريخ كانت في انتظار المؤرخ. بناء على كلامك هم شكلوا لجنة إدانة وليس لجنة تحقيق. الرد على كل هذه المخاوف يكون نترك النقاش حول هذه المواضيع للقانونيين والسياسيين، لكن دائما هناك إطار وطني، الإطار الوطني يعني المسؤول الكبير
ويعني المواطن في كل مواقعه. والإطار الوطني بالنسبة لنا هو الأعلى، وليس الإطار القانوني ولا الإطار السياسي ولا كل هذه النقاشات. في موضوع السيادة الوطنية، أنا قلت في المرة الماضية بالنسبة لكل إنسان وطني السيادة الوطنية هي الأعلى، لا قرارات مجلس أمن ولا غيرها. فعلينا كوطنيين أن ننطلق في تعاوننا مع هذه الأشياء من سيادتنا الوطنية ومن كرامتنا. هذا الموضوع محسوم بالنسبة لنا، ومن يقبل بهذه النقاشات ومن يقبل تحت الإطار القانوني أو السياسي أن يكون هناك شيء أعلى من سيادته الوطنية في أي بلد وفي أي مكان في العالم، فعليه أن يبدل جنسيته ويستغني عنها ويأخذ بدالها جنسية دولية تعطيها الأمم المتحدة. وعندها علينا أن نلغي الكثير. عندها علينا أن نلغي الكثير من المفاهيم التي نطرحها ونتربى عليها، كمفهوم التضحية من أجل الوطن والوطن المقدس. عندما نقبل بأي مفهوم آخر خارج إطار السيادة الوطنية فعلينا أن نلغي هذه المفاهيم. فإذا موضوع السيادة الوطنية لا يجوز أن نتنازل عنه، حتى لو كان الظرف مستعد لكي نقاتل من أجل بلدنا، يجب أن نكون مستعدين لهذا الشيء. ونؤكد كلامك الطيب ذكرني بناصر جمال عبد الناصر سنة 1956. فليكن باشار حافظ الأسد هو ناصر القرن 21. ونؤكد أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، يعني اطمئنوا حول هذه النقطة، كما قلت في البداية ستبوء بالفشل، ولن تمنع سوريا من تقديم الدعم للشعب اللبناني في كل ما له صلة بتمسكه باستقلاله، برفضه للتدخلات الأجنبية، بتأمين مستقبل كريم لأبنائه. وستبقى سوريا الشقيق الأكبر الذي يقف إلى جانب لبنان الوطني ما تحتاجها أو طلب منها. سأتحدث قليلاً عن الموضوع اللبناني بما أنه يعني جزء أساسي من حديثنا ومن الوضع الذي تعيشه المنطقة. أولاً، أنا لست قلق كثيراً وربما لست قلق على الإطلاق بالنسبة للعلاقات السورية اللبنانية بالرغم من الجروح الكثيرة، لأن ما يحصل عابر، وهناك في لبنان من يداوي جروح وهناك في سوريا من يداوي جروح بشكل مستمر. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أيضاً لست قلقاً على العلاقة بين اللبنانيين كما يصورها البعض في الإعلام بالرغم من الثغرات والفجوات الكثيرة، مستندين في ذلك إلى وعي الشعب اللبناني ومعرفته تماماً بحجم المؤامرة وفهمه للفتنة المعلبة والمحضرة التي ستطرح عندما تصبح الأمور محضرة ومهيئة. فأنا لست قلق من هذه الناحية. القلق يكون أحياناً من بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يرون قوتهم ونفوذهم بخراب لبنان، أو يرون مصلحة لبنان تمر عبر أو يرون مصلحة لبنان
تمر عبر مصالحهم السياسية أو المالية. لكن الآن هذه فقط مقدمة، الآن سأتحدث عن موضوع المبادرات، وخاصة أنكم تحدثتم عن موضوع لجنة لتحسين العلاقات بين سوريا ولبنان، وأقول حقيقة لا توجد مشكلة بين سوريا ولبنان، ولكن سأشرح الآن بعض التفاصيل لكي تفهموا. طبعا نحن مع أي مبادرة لتحسين العلاقة بين كل الدول العربية، العلاقة ليست على ما يرام بكل الأحوال، على الأقل عندما نتحدث عن موضوع التضامن العربي. قوة سوريا قوة للبنان، ولبنان هو الأخ والشقيق والسند لسوريا الأسد. الآن ما يطرح في الإعلام، لا خوف على لبنان ما دام أولادنا يتطلعون يشاركون من لبنان، ولا خوف على لبنان ما دام أرحب بكل محامي لبناني في هذه القاعة، ونعرف الظروف التي أتوا من خلالها الآن، خرجوا من الزواريب اللبنانية ليأتوا إلى الأوتوستراد العريض العربي في هذه القاعة. المهم ما يطرح الآن على الساحة السياسية الإعلامية هو تسميات مبادرات وساطات تحركات عربية من أجل تحسين العلاقة بين سوريا ولبنان. ولو بدأنا بتسلسل زمني، فسوريا كانت أول من بادر، لأن سوريا لم تفكر للحظة من اللحظات بأنها يجب أن تنسلخ عن لبنان بالعلاقة المتميزة بينهما. وسعينا دائماً، وتحدثت في خطابي الماضي أمام مدرج جامعة دمشق عن ظروف هذه المحاولات وفشلها وإغلاق الأبواب اللبنانية، وحتى هذه اللحظة نحن نريد هذه العلاقة وسنبقى نسعى، وهناك علاقات جيدة مع الكثير من اللبنانيين. وأقول بشكل أوضح، القسم الأكبر من اللبنانيين هم مع هذه العلاقة، خاصة المواطنين، والمشكلة هي مشكلة مع بعض السياسيين. طيب، بدأت بعد أن سدت الأبواب في وجه سوريا، كان هناك تسويق في لبنان لأن المشكلة مع سوريا هي سوريا، وبأن سوريا هي من يريد أن يخرب هذه العلاقة، لأنها تريد أن تنتقم، وهي تغلق الحدود وتقوم بأعمال تخريب وتحريض وما إلى ذلك. وأقنعوا معظم العرب بأن المشكلة هي لدى سوريا، يعني نحن لا يحق لنا أن نغلق الحدود، أو لم نغلقها الحقيقة، قمنا بأخذ إجراءات محددة أمنية نتيجة بعض الإشاعات وبعض الحالات التي تم إلقاء القبض عليها من قبل أجهزة الأمن. أما هم يحق لهم أن يضعوا شهود مزورين لكي يضروا بسوريا، مع ذلك نحن الأكبر والأقوى لا نهتم بهذه المواضيع، ولا توجد لدينا أي مشكلة. تحرك السودان بين سوريا ولبنان مع بعض الأفكار العامة، وقلنا منذ البداية نحن لا توجد لدينا أي مشكلة، منفتحين على كل الأفكار التي من الممكن أن تطرح، ونحن نؤيدها ونساعدها. لم يكن هناك أي استجابة للمبادرة السودانية. طبعا طلبنا من الأخوة في السودان أن يتحركوا مع الدول العربية أيضا لدعم هذه المبادرة، فتحركوا مع مصر، وتحركوا مع السعودية، وتحركوا أعتقد مع رئاسة القمة ومع الجامعة العربية، والكل أيد. كل هذه الدول أيدت المبادرة السودانية، لكن لم يكن هناك استجابة من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين. بعدها حاول الأمين العام للجامعة العربية أن يتحرك بنفس الاتجاه، وزار سوريا ولبنان، ولم يكن قد حضر أي فكرة أو أي تفاصيل، فشنوا عليه هجوماً كاسحاً، توقفت كل الأفكار، يعني أنهوها في مكانها، إلى أن وصلنا إلى القمة السورية السعودية التي حصلت قبل عيد الأضحى بأيام قليلة. وفعلاً المسؤولون العرب بشكل عام مهتمون بهذا الموضوع، وكان هناك اهتمام
من قبل المسؤولون في السعودية بهذه النقطة، وقلنا لهم نفس الكلام، نحن مستعدون لأي أفكار تطرح في هذا الإطار، لكن إذا كان هناك تحرك فلا بد من أن نضع أفكار لكي تكون قاعدة لهذا التحرك. من أين نأتي بالأفكار؟ بالنسبة لنا لو سألت نفسي الآن سؤال بسيط، ما هي المشكلة بينه وبين لبنان؟ لا توجد مشكلة حقيقة، هناك مجموعات قليلة في لبنان ترفض سوريا، ترفض الحل العربي، وتطبل وتزمر كل ما أتى مسؤول كي يشتم سوريا، ولكن هؤلاء قلة ومؤقتين، يعني لا يمكن أن يكون لبنان كله كذلك، ولا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة، هذه حالة عابرة، لذلك لا نعتبرها مشكلة حقيقية، مشاكل حقيقية لا يوجد. فمن أين نأتي بالأفكار؟ سأقول لاحقاً من أين نأتي بالأفكار. المهم تم الحوار مع الأخوة في السعودية حول هذا الموضوع، وكان هناك قمة، وكان هناك تأييد سوري وسعودي للأفكار الواردة في القمة. تسربت هذه الأفكار أو سربت لبعض وسائل الإعلام، فكان هناك هجوم كاسح في البداية على المملكة ولاحقاً على سوريا، وآخر تصريحات هي أن هذه الأفكار أفكار سورية وهي لا تلبي حاجة لبنان. الحقيقة أننا لم نبتسم عندما سمعنا هذه التصريحات، بل ضحكنا كثيراً، لأن هذه الأفكار من أين أتينا بها؟ أنا كما قلت عندما أسأل نفسي ولا أرى مشكلة بيني وبين لبنان، فمن أين أضع الأفكار؟ قمنا بأخذ أفكارهم وطروحاتهم ووضعناها في هذه المبادرة فرفضوها، يعني هم يرفضون أفكارهم، فهذا يعطي فكرة واضحة عن الوضع السياسي. يا جبار اسمع انشودة الثوار، لم يبق لنا الا انت يا بشار، لم يبق لنا الا انت يا بشار. ولكي طبعا الافكار التي طرحناها مع السعودية هي افكار للمناقشة، طبعا ليست افكار نهائية، وضعناها كافكار ولا بد ان يحصل كان هناك بعض التعديلات، وقلنا لنتركها عندما نرى الوضع مناسب سنرى كيف نتحرك، وطبعاً كما قلت تسربت. لكن الآن سأعطي مثال، يعني لا يبقى الطرح في إطار العموميات ويقول هذا الكلام غير صحيح. أحد النقاط هي ترسيم الحدود. طيب هل سمعتم بأن سوريا في يوم من الأيام طرحت موضوع ترسيم الحدود مع لبنان؟ لم نطرحه على الإطلاق، لا نعتقد بأن هناك مشكلة حدود بين سوريا ولبنان، هم من طرحها ووضعت وهم رفضوها. ومروراً على مشكلة الحدود لكي نوضحها، كثير من الناس لا تعرف ما هي قضية مزارع شبرا. هم طرحوا موضوع الحدود للتنظيم منذ أشهر قليلة، وأرسلنا لهم رداً خطياً رسمياً بأننا مستعدون لترسيم الحدود. هم طبعاً هدفهم واضح ونحن نعرف الهدف. أولاً لا توجد مشكلة بين سوريا ولبنان حول مزارع شبعة. من يسأل حول مزارع شبعة هي أصغر مساحة من هذا المجمع الذي نتواجد به الآن. يعني ليست مشكلة بين سوريا ولبنان. على سبيل المثال ترسيم الحدود الذي حصل بين سوريا والأردن، عندما طرح الأردن هذا الموضوع منذ عامين، هناك أراضي شاسعة وكبيرة، وانتهى الموضوع خلال أشهر بين السعودية واليمن. يعني هناك الوضع هنا يختلف، المساحة صغيرة، والجانب الآخر بأن هذا الترسيم بحاجة لشقين. الشق الأول شرعي، عندما تثبت هذه الدول على طرفي الحدود ملكية هذه الأراضي فتذهب للأمم المتحدة وتسجلها. الجانب الآخر هو جانب تقني يتعلق بالأعمال الهندسية لكي يضعوا الأحداثيات التي تحدد هذه الحدود بشكل دقيق ونهائي. طيب الآن إسرائيل محتلة لهذه الأراضي، يعني لا سوريا موجودة ولا لبنان موجودة، الموجود هو إسرائيل، فما هو الهدف من هذا الترسيم الآن؟ لو سألنا سؤال من هو المستفيد الأكبر أو لمصلحة من، ومن هو المتضرر الأكبر أي ضد من، هذا طلب إسرائيلي فقط، طلب إسرائيلي، موضوع مزارع الشبع، والعمل هو ضد المقاومة فقط، لا يضر سوريا ولا يضر لبنان، ولا يفيد سوريا ولا يفيد لبنان، يضر المقاومة ويفيد إسرائيل. لذلك هم رفضوا بدء ترسيم الحدود من الشمال، أرادوا البدء من مزارع الشبع، لأن الهدف من طرح ترسيم الحدود هو فقط مزارع شبع. فيتحدثون أيضا من جانب آخر عن موضوع الملكية، يقولون بأن سوريا عليها أن تثبت ملكية المزارع. طيب من يثبت الملكية هو صاحب الملكية وليس من لا يمتلك، أنتم قانونيون تعرفون بهذا الشيء. فكيف نعطي وثائق لشيء لا نمتلكه؟ بأي منطق؟ ما هذا الطرح؟
وإلى آخره. على كل أحوال هذا نموذج ومثال بسيط يعطيكم صورة عن المشكلة بالنسبة لي ما يقال على العلاقة السورية اللبنانية. في الواقع الجزء الأكبر من اللبنانيين على مستوى المواطنين هم مع سوريا، وحتى على المستوى السياسي الجزء الأكبر هو مع سوريا، لكن هذا الجزء الأكبر مغيب بالإعلام. بالإعلام لا نرى إلا الجانب المعادي وهم قلة. لذلك أقول كما قلت في البداية، أنا لست قلق على العلاقة السورية اللبنانية لسبب بسيط ونتعامل معها بهدوء، لأن اتفاق 17 أيار جديد كما سميته في خطابي في 5 آذار يسقط بفعل الجاذبية الأرضية اللبنانية، أو لنقول الجاذبية السياسية أو الشعبية اللبنانية الصرفة. فلبنان سيعود إلى وضعه الطبيعي وهذه العلاقة ستعود، ومع ذلك نحن نرحب بأي مسعى لتحسين هذه العلاقة. أيها الأخوات والأخوة، لقد حاول البعض أن يصور مواقف سوريا في مواجهتها للتحديات في هذه المرحلة وكأنها مواجهة مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يجافي الحقيقة والواقع. طبعاً هذا الواقع أيضاً، ما هو المجتمع الدولي الآن عندما نقول مجتمع دولي؟ أنا لا أعرف ما هذا التعريف. مجموعة من المسؤولين في بعض الدول يعتبرون أنفسهم يمثلوا هذا المجتمع الدولي، فإذا غضبوا غضب المجتمع الدولي، وإذا كانوا راضين ومبتسمين فأموركم جيدة. يعني المجتمع الدولي بالنسبة أو بمعنى آخر، المجتمع الدولي هو كل العالم ما عدانا، هكذا البعض يفهمه. أيها الأخوات والأخوة، نحن نعمل على توطيد علاقاتنا مع الجميع وإلى مد جسور مع كل دول العالم، رغم إدراكنا لحجم الضغوط التي يتعرض لها البعض منها، كما حاولوا إظهار سوريا دولة ضعيفة لأنها لم تنجر إلى ساحاتهم وسجالاتهم ثقة بنفسها، ومن خلال ذلك أرادوا إرسال رسالة إلى باقي الدول العربية بأن الانحناء المطلق هو السبيل للبقاء والاستمرار، كما ساهم بعض الإعلام العربي في هذه الهجمة من خلال نشر ثقافة الإحباط وثقافة الهزيمة، ومن خلال تهويل فكرة أن العرب ضعفاء غير قادرين على الفعل ولا يجوز لهم أن يرفضوا شيئاً يملى عليهم. ونحن في سوريا معتادون على هذه الحملات منذ عقود طويلة ونستوعبها ونعرف خلفياتها، وبالتالي فهي تزيدنا صلابة بدل أن تهزنا، لأننا ندرك أن الهجوم على سوريا هو هجوم على أي نهج يتمسك بالاستقلال والسيادة، وسوريا ستبقى متمسكة باستقلالها وسيادتها. وفي مرورنا السريع الآن، أنا لا أريد أن أخذ من وقت مؤتمركم، سأحاول أن أتطرق بشكل سريع لبعض النقاط التي تطرح في الإعلام ولكنها تشوش المواطنين العرب. موضوع المقاييس الدولية، يعني موضوع التهويل بأن العرب أمة ضعيفة، لا شك بأن هناك نقاط ضعف نحن مسؤولون عنها، لكن موضوع المقاييس الدولية، نحن دول صغرى أم كبرى؟ صحيح بالمقاييس الدولية نحن صغار بالمساحة وربما بالسكان وإلى آخره، ولكن بالمقياس الوطني لا يجوز أن يكون هناك من أقوى مننا. هم أقوى مننا بالساحة الدولية، ولكن بالمقياس الوطني هم أقوى. ولكي لا يقال بأن هذا الكلام هو عبارة عن تنظير، نأخذ أمثلة. لبنان دولة صغيرة بالمقياس الإقليمي وبالمقياس الدولي، وكانت خارجة من حرب أهلية، وكل الظروف الدولية كانت ضد تحرير لبنان، فحرر لبنان رغما عن أنف العالم الذي لا يريد، وليس كل العالم. فلسطين هذه الانتفاضة صامدة للسنة 5 بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تحيط بها. هل كانت الظروف الدولية لمصلحتها؟ أبداً، ولا ليوم واحد في هذه المرحلة أو في هذه العقود وليس السنوات. العراق اليوم هو المثال الواضح أمامنا، ونسأل سؤال واضح عن العراق: من أكثر حرية اليوم؟ هل المواطن العراقي أم الجندي الأمريكي؟ أنا أعتقد بأن المواطن العراقي اليوم أكثر حرية من الجندي الأمريكي. ولنسأل سؤال، يا سادس الخلفاء، يا سادس الخلفاء، عدلك سائل وأمام هامك تنحني الأهرام، فإذا نطقت ففي حديثك بلسم، في عطره تتبع.
وأنا سأسأل سؤال أكثر جرأة. نحن الآن نمثل في هذه القاعة ربما كل الدول العربية، لو سألنا سؤال جريء، من الأكثر حرية بيننا الآن؟ أيضاً هم المواطنون العراقيون، ليس لأنهم حرروا بالحرب كما يقول البعض في الغرب، بل لأن قوات الاحتلال بحاجة الآن للشعب العراقي لكي يحررها من ورطتها. أيضاً هناك نقطة أخرى تطرح، ولكي تخاف سوريا ويخاف العرب بأن الدور سيأتي إليهم، هي موضوع العزل. يقولون سيعزلون سوريا، كالعادة نأخذ المصطلح ولا نفسره. يعني موضوع العزل أكثر شيء مستخدم في الطب، وهناك حالتين للعزل. في العزل الطبي نعزل المريض لكي لا يصيب الآخرين، وبالتالي المشكلة الآن هنا هو المريض. وفي العزل الاجتماعي نعزل شخص جيد عن أولاد السوء، وأولاد السوء هم المشكلة، هم لن يحددوا، هم لم يحددوا لنا أي نوع من العزل يتحدث عنه. لا نعرف نحن المشكلة أم الآخرون لكي نعرف أي نوع من العزل لنحضر أنفسنا. طبعاً هذا قشور، أنا لم أدخل الآن في جوهر المصطلح، أتحدث عن الشكليات. أيضاً لو أخذنا هذا المفهوم بالنسبة لهم، هو عبارة عن زيارات المسؤولين والمسرحيات التي تجري في المنطقة والأدوار الوهمية التي نلعبها كدول عربية. نعتقد وهذا ما يقومون به، ومنع زيارات المسؤولين الأجانب وبعض العرب إلى سوريا، يعتقدون بأن عدم زيارات هؤلاء ستعزل سوريا. لو عدنا إلى المسؤولين الأجانب، البعض منهم جيد مع قضايا العرب ويحاول أن يساعدنا، ولكنه فشل فشلاً مطلقاً. الآخرون يأتون إلينا إما بطلبات أو بتهديدات أو بضغوطات، يعني إن لم يأتوا فلم نخسر الكثير بكل الأحوال. أيضاً هذا أيضاً أنا أتحدث الآن عن القشور، الآن لنتحدث عن الجوهر. ماذا يعني مفهوم العزل؟ عندما لا نكون معزولين فهذا يعني بأننا دول صاحبة سيادة كاملة، ويعني بأننا نساهم بشكل فاعل في صياغة منطقتنا، ونحن نعرف بأننا من 100 عام وأكثر لم نساهم في صياغة مستقبل هذه المنطقة. فنحن معزولون كعرب لأننا لا نساهم، وبمعزل عن هذه الزيارات والبهلوانيات فنحن غير مساهمين. إذا أردنا أن نكون غير منعزلين علينا أن نكون أقوياء، ولا نستطيع أن نكون أقوياء إلا إذا شاركنا، ولكي نشارك يجب أن نفرض هذه المشاركة، لن يسمح لنا أحد بشكل طوعي أن نشارك. وعندما نكون مشاركين وأقوياء فعلاً، ونحن من يصيغ مستقبل هذه المنطقة وقضاياها، ونحن نكون من يطبخ كل ما يحصل، فعندها نحن نعزل الآخرين. لا يمكن أن هم يستطيعوا أن يعزلونا دولياً، لكن لا يجوز أن يكونوا قادرين على عزلنا في منطقتنا. فلذلك هذا المفهوم لا يقلقنا ولا 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 يقلق أي دولة عربية أو أي مواطن عربي يستطيع أن يفهمه بالشكل الصحيح. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتطرق إليها هي بعض البهلوانيات السياسية الإعلامية التي ظهرت بعد حرب العراق، والتي أشبهها بحرب الشوارع. فجأة يأتي مسؤول أجنبي يغط في العراق، يطلق تصليحات نارية ومن ثم يهرب. في البداية كانوا يحاولون رفع معنويات أتباعهم، قواتهم، معنوياتهم هم، وكلما كانت الأمور تزداد سوءاً ويضطروا لرفع المعنويات، ولكن الأمور دائماً تزداد سوءاً. فاستنتجنا الآن من كل هذه الزيارات، كلما تحصل زيارة يعني أن الورطة كبيرة. الآن انتقلت هذه المسرحيات إلى لبنان كما تلاحظون، فهذا شيء جيد، لأن هذا يعني بشكل مؤكد بأن هناك في لبنان ورطة للتيار الذي يسير مع التدوين ومع القوى الدولية. لذلك نحن ندعو لهذا التيار في لبنان، ونتمنى له المزيد من الزيارات لكي يرفعوا معنوياتهم ولكي يرفعوا معنوياتهم. أما على المستوى الداخلي فإننا نتابع برنامجنا الإصلاحي على كافة المستويات،
حيث نضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية العاشرة، وهي خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري ولتطوير الخدمات وتحسين الواقع المعاشي للمواطنين. وعلى المستوى السياسي، نحن بصدد إنجاز عدد من المشروعات التي ستدعم المشاركة الشعبية وتساهم في إغناء الحياة الديمقراطية، سواء ما يتعلق منها بقانون الأحزاب أو قوانين الانتخابات والإدارة المحلية. كما نعمل على تكريس العمل المؤسسي وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. وهذا من شأنه أن يفعل الحياة السياسية ويثري عملنا الوطني ويعالج العديد من الظواهر السلبية التي نواجهها. ونؤكد كما أكدنا مراراً أن الإصلاح يبدأ وينطلق من حاجاتنا الداخلية فقط، ونرفض رفضا مطلقاً أي إصلاح يفرض من الخارج تحت أي عنوان أو مبرر. وإن لم نكن ندعي المثالية والكمال في هذا الموضوع، وأنا دائماً أقول بأننا ما زلنا في بداية الطريق والطريق طويل، فإننا لا نقبل بأن يقال بأننا لم نحقق شيئاً. ربما هناك بطء، وهذا له عوامل ذاتية، وفي قلب المعركة ستصبح الأمور أبطأ، ولكننا نستعجل بقدر المستطاع. لكن لا نختلف عن الهدف، وهذه الأمور طرحناها وناقشناها كثيراً في لقاءات عديدة مع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. أعذروا بطئنا، لكن هناك ظروف موضوعية لابد من الاستعجال ضمن الممكن وضمن الاستقرار. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، حربنا طويلة جداً، وهي حرب هوية. وأريد أن أوضح، لن أوضح لكم لأنكم تفهمون ما أقصد، ولكن أوضح لأصحاب النية السيئة في العالم. حربنا لا أقصد الحرب التي نحن نخوضها أو التي نسعى إليها أو التي نريدها. هذه الحرب فرضت علينا ونحن نرفضها، ونحن مع حوار الحضارات والثقافات ونرفض أي طرح آخر، لكنها فرضت وسنتحدث عنها بشكل مختصر. حربنا طويلة جداً، وهي حرب هوية. معاركها ثقافية ومعنوية، أدواتها سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية. فعلينا أن لا نركز فقط على ما يجري في معركة واحدة، بل علينا أن ننظر إلى ما بعدها. وكل معركة ننتهي منها ستليها معركة أخرى بعنوان آخر وبأدوات أخرى. والصورة قاتمة لكن فيها بياضاً كثيراً إذا أردنا رؤيتها، والأبواب المفتوحة كثيرة إذا امتلكنا الشجاعة للولوج منها إلى المستقبل. وهذه الشجاعة مرتبطة بامتلاكنا إرادة التحدي، والتي من دونها لن نربح. أما إذا كان هدفنا إرضاء الآخرين فقط فسوف نخسر ولن نرضيهم. فلنخوض هذه المعارك على قاعدة احترام الذات، من خلال احترام قضايانا وتاريخنا وتراثنا لكي يحترمنا الآخرون. والاحترام يفرض ولا يمنح، فلنفرضه إذن معاً. ولقد عقدتم مؤتمركم في سوريا كي تعبروا عن تضامنكم مع شعبها في وجه الضغوط ودعمكم لمواقفها. لقد عقدتم مؤتمركم في سوريا كي تعبروا عن تضامنكم مع شعبها في وجه الضغوط ودعمكم لمواقفها، كما فعلت العديد من الوفود العربية التي تمثل شرائح وفعاليات وقطاعات متنوعة. والجميع يريدون سوريا قوية، وهي قوية وستبقى كذلك بإذن الله. ولكن علينا أن نعرف أن لا دولة قوية من دون شعب صامد، ولا دولة تحمي المصالح الوطنية من دون شعب يرفض التنازل عن حقوقه، كما أن لا دولة تحافظ على كرامة شعبها من دون شعب يأبى الذل ويرفض الخونة ويتمسك بهويته ويعتز بتاريخه وتراثه. فاسمحوا لي أن أستغل هذا المنبر لأحيي الشعب العربي السوري لأنه يجسد كل هذه المعاني. Yeah!
وان فاسمحوا لي أن أستغل هذا المنبر لأحيي الشعب. لقد جئنا نحن من فلسطين والأردن ولبنان بين أبناء الأمة العربية الواحدة لنقول لكل النشاذ والناشزين عن أمتهم وعن عقيدتهم وعن عروبتهم أننا نحن في دمشق العروبة، نحن أبناء سوريا الكبرى لمواجهة إسرائيل. فاسمحوا لي أن أستغل هذا المنبر لأحيي الشعب العربي السوري لأنه يجسد كل هذه المعاني، وأن أحييكم أنتم أيها الأخوات والأخوة المحامون ومن خلالكم الشعب العربي في كل مكان، لأن تضامنكم يعبر عن المعاني ذاتها من الكرامة والصمود. فليبارك الله جهودكم وليوفق هذه الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات والإخوة المحامون العرب، درعكم درع المحامين العرب، المحامي العربي الأول إلى السيد الرئيس بشار الأسد. الدرع يقوم بتقديمه السادة الأمين العام ورئيس المؤتمر أيضاً إلى السيد الرئيس بشار الأسد، رمز محبة وتقدير لرعايته الكريمة وحضوره الطيب ولما جاء في كلمته السياسية الشاملة حيث الثوابت الوطنية والقومية. تحية لكم جميعاً.